السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل آخر امتحان رياضة نزل على النت، ونزلنا الورق بتاعه. السؤال الأول: اجمع ما يأتي مستخدما استراتيجية المضاعفات. أول واحدة قلنا الأربعة نزلت زعلانة، راحت للخمسة قالت لها أنا عايزة أختي التوأم، اديتها أختها التوأم، اتبقى منها واحد. أربعة وأربعة تمانية، واحد تسعة. التلاتة برضو نفس الحكاية، نزلت زعلانة راحت للأربعة قالت لها عايزة أختي التوأم، اديتها تلاتة، فضل منها واحد، بقت تلاتة وتلاتة ستة، واحد سبعة. الخمسة برضو نزلت زعلانة راحت للستة قالت لها أنا عايزة أختي التوأم، اديتها خمسة، اتفضل منها واحد، بقت خمسة وخمسة عشرة، واحد حداشر. السبعة نزلت زعلانة راحت للتمانية قالت لها عايزة أختي التوأم، اديتها أختها التوأم، اتفضل منها واحد، بقت سبعة وسبعة، أربعتاشر، وواحد خمستاشر. طيب السؤال التاني: أكمل باستخدام استراتيجية العد. عندي حداشر زائد تلاتة، هنا عد عادي، فبقول بعد الحداشر اتناشر، تلاتاشر، أربعتاشر، الناتج أربعتاشر. خمستاشر زائد خمسة، بعد الخمستاشر ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين. هنا 8 زائد 6، بعد ال 8 9، 10، 11، 12، 13، 14. 7 زائد 9، بعد ال 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. هنا طرح، فهطرح من الرقم الصغير، هعد من الرقم بعد الصغير لحد ما اوصل لل 16. فبعد ال 11 بقول ايه؟ 11، 12، 13، 14، 15، 16، ادتني 5. هعد برضو هنا من بعد السبعة لحد السبعتاشر، بعد السبعة 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، ادتني 10. طيب السؤال الثالث بيقول: اجمع مع استخدام تكوين العشرات. اجمع مع استخدام تكوين العشرات. طيب التمانية دي انا عايزاها تبقى عشرة، هاخد من الاتنين، من الاربعة اتنين، وهيفضلها اتنين، بقت هنا تمانية زائد اتنين زائد اتنين، تمانية واتنين عشرة، زائد اتنين، بقت عشرة زائد اتنين اتناشر. تسعة نفس الحكاية، عايزة اخليها عشرة، هاخد من التلاتة واحد، هيتبقى لها اتنين، بقت هنا تسعة زائد واحد زائد اتنين، تسعة وواحد عشرة، واتنين اتناشر برضو. طيب باقي الامتحان السؤال الرابع: اكمل الجدول. هنا بيقول لي السؤال اكمل الجدول، هو عايز يشوف الرقم اللي هو الاحمر ده، عايز يجيب القيمة المكانية بتاعته، عايز يجيب قيمة الرقم. القيمة المكانية يعني هو واقف فين، واقف انهي خانة، احاد، عشرات، مئات، قيمته الخانة اللي هو واقف فيها دي هينزل منها بكام. فهنا القيمة المكانية لرقم 8 اقول عشرات، وقلنا اللي بيدخل بيت العشرات بيطلع بهدية صفر، فالتمانية خدت صفر هدية، بقت 80. طيب هنا السبعة واقف في بيت الاحاد، وقلنا الاحاد ده الراجل بخيل ما بيديش حد هدية، فبينزل زي ما هو سبعة. التسعة برضو واقفة في بيت الأحاد، برضو ده بخيل ما اداش التسعة حاجة فنزلت زي ما هي. الأربعة واقفة في بيت المئات، وادت، وطبعا هي بيت الرجل الكريم، فادى الأربعة صفرين بربعمية. طيب آخر سؤال معنا في الامتحان بيقول: الجدول يوضح عدد الأهداف التي أحرزها اللاعبون في دوري المدرسة، مثلها بيانيا. أحمد أربعة، فأنا بلون أربع مربعات، أدي واحد، أدي اتنين، أدي تلاتة، أدي أربعة، بنلون كده أربع مربعات. علي سبع أهداف، علي سبعة، فبلون الجدول كله سبع أهداف لحد رقم سبعة. محمود تمانية، محمود خمسة،
محمود 5، فبلون لحد ما اوصل لرقم 5. باسم 2، باسم 2، فبلون عندي مربعين. ده كان التمثيل البياني للأهداف بتاعت اللاعبون. وبكده خلص الامتحان، سهل جدا مفيهوش أي مشكلة. وأشوفكم على فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.